نحن في قوى المعارضة العراقية دائما ننظر إلى كل ما يجري حاليا في العراق إنه غياب يعني كلمة المواطن أو الشعب العراقي من بعد إجراء هذه الانتخابات. وهنالك صراع كبير حول موضوع الكراسي وموضوع السلطة، ويعني الكتل السياسية تتصارع فيما بينها ناسية الشعب العراقي ومتطلباته. فالشعب العراقي حقيقة سئم، يعني حتى في القنوات الفضائية نشاهد أنه القنوات الفضائية تستضيف كثير من الكتل السياسية تتكلم عن هذا يريد ذاك وذاك يريد هذا وهذا المنصب وتلك الأمور، ويعني لا نلاحظ من خلال الكلام متى سوف يحصل الشعب العراقي على ما يريده من خلال هذه الانتخابات التي نحن طلبنا مرارا وتكرارا عدم الذهاب إلى هذه الانتخابات. والآن وصلت الانتخابات إلى النجف وإلى الحنانة وإلى يعني بيت فلان والإطار الشيعي والإطار السني.